في عادة سيئة وغير صحية، ورسول صلى الله عليه وسلم نهانا عنها، ونحن ربما 99% منا بنساويها كل يوم وبشكل كبير. وهي العادة لما ننظر بدقة للتحليل العلمي لآثارها، بالفعل نجد أنها مضرة جدا وبتؤدي للإصابة بمرض السرطان. في حديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. وفي حديث رواه الترمذي وأبو داود يقول عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، وهذا الحديث صححه الألباني، يعني حديث صحيح ما في شك بصحته. ولكن ليش النفخ في الإناء أو في طبق الطعام أو في كوب الشراب، ليش هو عادة سيئة ومضرة بالصحة وبتسبب السرطان؟ هلا حنشوف ليش. لما أنت تنفخ على كوب قهوة سخن أو كوب شاي سخن وقدامك طالع من الكوب أو الكأس بخار، هذا البخار مكون هو بخار الماء H2O. أنت الزفير يلي طالع منك لما تنفخ على الكأس بيحوي ثنائي أكسيد الكربون، فلما بخار الماء بيتفاعل مع ثنائي أكسيد الكربون وبيشكل مركبات حمض الكربونيك، وهي مواد حمضية من الأحماض. وبالتالي أنت لما تنفخ على الإناء أو الكأس بتزيد حموضة هذا الطعام، وبالتالي لما أنت تاكله وجسم يمتص هذا الطعام، يمتص العناصر اللي فيه، بتزيد درجة حموضة الدم في جسمك. ولما يختل توازن الحموضة في الدم، هذا الشيء بيأثر على عمل الدماغ وعمل الرئتين وعمل الكلى. أيضا الزفير والهواء اللي بيخرج من الإنسان بيحوي أحادي أكسيد الكربون، كربون مونوكسيد، أو بيسموه أول أكسيد الكربون. وهاي المادة بحد ذاتها لوحدها مادة سامة، فأنت لما تنفخ على الطعام سواء كان بيحوي كمية كبيرة من الماء أو لا، سواء كان شراب أو طعام عادي، فأنت بتزيد كمية أحادي أكسيد الكربون الموجودة بهذا الطعام، وبالتالي بتستهلك أكثر من هالمادة المضرة والغير صحية أبدا للجسم. أيضا اختلال الحموضة في جسم الإنسان بيأثر على حركة الاستقلاب عنده في جسمه، يعني على الميتابوليزم. والاختلال الاستقلاب أو الميتابوليزم في الجسم هو يلي بؤدي للإصابة بسرطان البروستات. بالنهاية بدي أشكركم كثير على المتابعة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. مع السلامة.